1,500,000 مستخدم للواتساب حول العالم، كتار منهم كانوا حيكونوا ضحية عمليات تجسس، وهالشي كان ممكن بسبب ثغرة اكتشفتها الشركة اللي بتملكها فيسبوك. هالثغرة بتسمح من خلال اتصالات من أرقام غريبة على واتساب بالتجسس على كل شي موجود على تليفون المستخدم حتى لو ما رد على هالاتصالات، وبيختفي أثر هالاتصالات من التليفون بعد فترة. وأثرت الثغرة على كل أنواع التليفونات اللي فيها واتساب. وبحسب الفاينانشال تايمز، الشركة اللي وراء هالخرق هي شركة التجسس الإسرائيلية NSO، واللي بتشتغل مع حكومات بمجال المراقبة والتعقب السيبراني. من جهتها اعتبرت واتساب هالخرق متطور كتير وبعتته على وزارة العدل الأمريكية. والثغرة هي خطأ موجود بالتطبيق بيسمح للي عم يتجسس انه يخلي المعلومات على واتساب تروح مش بس على السيرفر تبع واتساب بل على كذا مطرح تاني. الشركة الإسرائيلية عم يوصل لكل الداتا تبع كل يوزر، وصل اتصال منهم. هيدي الثغرة بتصير ما فيها تصير إما الواتساب يعرفها، لأنه بتكونوا عاملين تقنية معينة على أساس إنه هم حاميين حالهم، بس يخترقوها بدهم بيرجعوا بيصلحوها، يعني ما فيها يكون معمول مسبقا. هي فعليا منا باج، الباج هو بيعطي ايرور بقلب الاب، هي منا باج، هو اختراق لنظام الحماية تبع الواتساب. الشركة هاي الإسرائيلية اللي عملتها عندها برنامج اسمه بيجاسوس، هيدا البيجاسوس كتير برامج وهي بتشتغل على البيجاسوس، من أقوى برامج الاختراق بالعالم. صعب حدا يعرفها غير إنه الشركات الكبيرة اللي مدعومة من الدول ووكالات الاستخبارات أصلاً، يعني مش أي شخص بيقدر يعملها، هيدا مش عملية شخص واحد، عملية منظمة. وقدام كل المخاوف من انه التطبيقات مثل واتساب وغيرها منا امنه ومعايير الامان والخصوصيه عليها دائما مهدده، بتبقى الطريقه الوحيده ليحمي المستخدمين حالهم من التجسس هي من خلال انه يعملوا ابديت بشكل دائم للتطبيق، لانه مع كل ابديت الشركه بتعالج الثغرات الموجوده فيها بحسب ما طلبت شركه واتساب من مستخدميها. وهن بيقدروا كمان يعززوا الخصوصيه تبعهم على الواتساب بتخبيه صورهم واخر مره بينوا فيها على التطبيق، ويوقفوا خاصيه تحديد موقعهم الجغرافي اللي شغالة دايماً على واتساب. ومنذكر أنه منظمة حماية الصحفيين بنيويورك رجحت أنه يكون المحاميين والناشطين والسياسيين والصحفيين أكتر شيء مستهدفين من هالخرق، الشيء اللي ممكن يطمن شوي المستخدمين العاديين. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.